على مدى أسبوع كامل ناقش المشاركون في المنتديات العامة حول العدالة في موريتانيا، واقع العدالة في البلاد، ونظام السجون والإصلاح الجنائي. وفي ختام هذه الأيام أوصى المشاركون بوضع منظومة صارمة لإصلاح السجون وترقية المهن القضائية وتنظيمها. هذه المنتديات فرصة تاريخية للشعب الموريتاني وللفاعلين في المجال القضائي والمجال العدلي بصورة عامة للخروج بوثيقة وطنية تتبناها الدولة، وقد أعرب فخامة رئيس الجمهورية عن عزمه بتطبيق وتنفيذ كافة المخرجات التي يتم تفصيلها في هذه الوثيقة الوطنية. وجميع هذه الورشات وجميع هذه التقارير ستمكن من إعداد وثيقة وطنية لتطوير وإصلاح قطاع العدالة، وهو ما تسعى هذه المنتديات إليه. هذه الوثيقة ستكون هي خارطة الطريق بالنسبة للعمل الحكومي للسنوات القادمة. منتديات العدالة التي أطلقتها الحكومة الموريتانية تحت عنوان أي عدالة نريد، حضرتها وفود من المغرب والإمارات والسنغال وفرنسا، وتم خلالها تقديم عروض حول تجارب هذه الدول في مجال إصلاح العدالة. أيام إصلاح العدالة في موريتانيا خرجت بتوصيات حول إصلاح العدالة تضمنت 360 نقطة أجازها المشاركون في المنتديات، ودعت التوصيات إلى إصلاح السجون وإعادة التأهيل وضمان حقوق المتقاضين.